وحول ذلك يلتحق بنا من مأرب موفد الإخباري ناصر حبتر. أهلا بك ناصر، ماذا لديك بخصوص هذا الموضوع؟ نعم زميلي، شكرا جزيلا لك، أهلا بكل متابعي الإخبارية أينما كانوا. أتواجد في واحد من أهم معاقل التعليم في إقليم سبا وهي جامعة سبا. بدون شك بأن في الفعل الميليشيا الحوثي لم تجعل هناك تعليم، لم تجعل هناك مجالا حتى دور العبادة فجرتها والمدارس والجامعات. لكن بما يمر به اليمنيون من مراحل صعبة إلا أنهم يتحدون تلك الصعاب، واحدة من هذه الجامعات تؤكد لنا ذلك. اسمحوا لي وأنا أتواجد في هذا الموقع من هذه القاعة الذي يتواجد فيها مئات الشباب والفتيات الذين يبحثون عن تحصيل علمي وجامعي. اسمحوا لي أن أرحب معي بالدكتور حسين الموساي وهو نائب رئيس جامعة إقليم سبا للدراسات العليا. أهلا وسهلا دكتور، يعني أتشرف اليوم وقناة الإخبارية بأن أتواجد معكم في واحدة من قاعاتكم هنا في جامعة سبا. حياكم الله وشكرا للإخبارية السعودية ولطاقمها المميز ولأدائها الفاعل والإيجابي، فشكرا جزيلا لها. برغم يعني هذا العبث الحوثي، عبث الميليشيات الدائم بما يختص بتفجير المدارس والجامعات، تهجير الناس من وظائفهم، إلا أنكم في جامعة إقليم سبا تقومون بعمل جيد، هنالك العديد من الطلاب والطالبات. ما هي الرسالة التي تريدون أن تقدمونها للعالم؟ رسالتنا، نقول رسالتنا العلم، المعرفة، التعليم، الحياة الحضارية، السلم الاجتماعي، التعايش، الإخاء، الانتماء العربي، الانتماء للعروبة وللإسلام، الحياة المدنية التي ضد الكهنوت، ضد الشعوذة، ضد الكهانة، ضد حياة الجروف وثقافة الجروف. نريد أن نكون مجتمع حيويا إنمائيا يعيش بالحضارة ويعيش بالتعلم ويعيش بالتفاهم والانتماء لأمته ولدينه ولمعتقده ولثقافته العربية الأصيلة. دكتور، كم عدد طلابكم وما عدد كلياتكم في هذه الجامعة؟ كلياتنا 5 كليات فيها 23 تخصص، وعدد طلابنا 5441 طالبا وطالبة موزع بين هذه الكليات. النصيب الأكبر لكلية التربية والآداب والعلوم، بعدها كلية الإدارة والعلوم المصرفية، بعدها كلية الحاسوب وتقنية المعلومات والشريعة والقانون، وكلية نظم المعلومات والتقنية بالجوف. يعطيك العافية دكتور. دكتور حسين موساي، أنت نائب رئيس جامعة إقليم سبا للدراسات العليا، كنت ضيفا معي من هنا من هذه القاعة التي تعج بالطلاب والطالبات، نتمنى لكم التوفيق الدائم. شكرا لك جزيلا، وطموحنا كبير وأملنا كبير في أن هذه الجامعة تصبح جامعة يشار إليها بالبنان وأن تستكمل كلياتها. شكرا. الطب شكرا دكتور. كما أرحب كذلك، شكرا دكتور، بالطالبة ختام الصلاحي. أهلا بك يا ختام، أنت تعبرين عن بنات اليمن التي يلتحقن بصفوف الدراسة الجامعية في أي تخصص، وماذا تتمنين في الأيام القادمة وأنت إحدى الطالبات اليمنيات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة الإخبارية إلى مأرب عاصمة الحضارة. والآن يعني مما لا شك فيه أن اليمن كانت تعاني ولا زالت تعاني من الميليشيات الحوثية، ولكن مع انطلاق عاصفة الحزم التي بقيادة المملكة العربية السعودية أعادت للناس الأمل وأعادت للناس التفاؤل، تفاءلوا بالحياة مجددا، تفاءلوا بالعيش بكرامة وحرية ويعني والمساواة والعدالة. أما نحن في مأرب وفي المحافظة هذه المحررة، مما أقول أن نحن تقدمنا بتقدم مما لا شك فيه، تقدمنا بمستوى على المستوى التعليمي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي. نعم في هذه المحافظة تطورت بشكل ملحوظ. أتمنى لك التوفيق. ختام الصلاحي، أنت تعبرين عن آلاف الطالبات الموجودات في مأرب، شكرا جزيلا. إذن متابعينا مشاهدينا، هذا من هنا من جامعة إقليم سبا. الحياة في اليمن مستمرة، هنالك جيش وطني مدعوم بالمقاومة وكذلك رجال القبائل يدعمه التحالف العربي، هنالك يحرر عددا من الجبهات، وهنا نوع آخر من التعليم، تعليم جامعي لجيل جديد سيصنع المستحيل في اليمن.
نصر حبتر، شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام من مأرب.